بالنسبة لإلي طبعا بلدي بالبقاع الغربي بتوقع بأقصى جنوب البقاع الغربي، يعني على تماس مع منطقة حصبية شرقا ومع منطقة مرجعيون جنوبا، توقع بين جبلين، جبل نيحة للغرب والجبل الغربي اللي بيحدها من الشرق ومقابل جبل حرمون، يعني تعلى عن سطح البحر ما بين 650 متر على مشارف الليطاني غربا وما بين 750 متر على الخط العام، يعني طريق صحمر مرجعيون. يا ست الكل بهواكي، شعبك بشهد النحل حلاكي، بفرح إذا فرحتي وعليك بغار وبكي إذا هالدهر بكاكي. الشاعر بيغني للملا أشعار والبلبل مواويل غناكي، واسمك حفرته بالقلب تذكار كرمال ماشي يوم انساكي. بارع ذكي اللي عمرك عمار أجمل من الجنات، خلاكي وخلى النسيم يرقص الأزهار وبالحاف أخضر عاد غطاك. وكل ما قصد تزورك أنا شنهار بحس بحنيني ترم لقياكي، بالعنبر بتستقبل الزوار والفل فوق الشوك علاكي، وللضيف شعلتي موائد نار ضيع الكرم مزروع جواكي. حياتنا بالضيقة كان عندنا مأذي وكان عندنا طرش وكنا نهود على نهر نتبيا نطلع، والحمد لله كنا بألف حال. كانت الناس عايشة من الزراعة والفلاحة، واللي عنده شوية زيتون كان عندنا كروم من جميعه يعني، وكان عندنا إضافة مصلحة اللي هي مورد رزقنا كسارة ومعدات وتركتورات وجرافات. يعني الكسارة من قبل الاجتياح الإسرائيلي بكتير، بسبب الاجتياح الإسرائيلي جبرنا تركنا هالمنطقة ورزقنا ومورد رزقنا أنا وإخواتي وبي. إلو طبعا المنطقة هون سقطت عسكريا باجتياح 82، إليا هون عزلوها بساتر ترابي بينه وبين يحمر وصارت سقطة عسكرية. لأجل هيك تحصرنا وما عندنا قدرنا نروح ولا نجي، وكل واحد يطلع يقمصوا علي، واللي بده يتبرد ياكل برد اشرب بدي الدواء بدي. بقى المرحوم بي وامي عانوا معاناة كثيرة، مرق شهرين منعوا الخبز عانوا، وبدي يعطون الخبز مع الإسرائيليين ما كانوا رجعوا، ظلوا شهرين ياكلوا خبز خبز الكلاب محمص ياكلوا بيوت. أجبرهم الإسرائيليين ياخذوا خبز من عندهم ما كانوا ياخذوا جماعة لحم، صار بي وأمي يفتوا حليب وخبز من خبزة الكلاب ياكلوا شهرين. احنا قاعدين بهالبيت كنا تمتل حكي، كانوا لحد وغيروا بلوش أوصوا علينا من لوشي، يا عمي أوصوا علينا من لوشي، فاتت الرصاصة قلت للصبيها ضل بلحد. نمت بالبيت أنا وجي هو الدم منقع بالأرض، أنا نمت لكن صور جوا وأنا بيت أنا متأنوي. يعني الصبح إجوا مش من عني قريبني جبنا بك أب حملنا الصبي وخلني دفني بصحمة. يومتها ما أوسوا من له وسأتلوا، وأني دار الخمسمية علي رصاص تحت منه، يعني شا ما حدا بيصدق يعني. يمر اتلمر رصاصة من هون من هون قدامي وراي بالحيطان وأني إيه
مش حراك. عملوا رشا شوي فذ واحد ونس فتح بيعمل لي بعدك طيب. قلت له لما الله ما بدش يموتني لا انت ولا غيرك فين هنجيو. وظل حاشك هو بده يسرق من الكبزية. ليش لحكي نعدين عام بلوسة فلينا. أنا كنت مع أهلي يعني نزرع ونفلح. جيت حملت على حملتان وحملت على حملنا شقعنا الحميل العشبيك وهاك وكنا نشد كله في عضاهنا كله لفي هاليت ولفي حصليت ولفي شيء يعني. وصلت لهنا رحية ضايعة وعمل ربقة علي قوية. لما عملها ربقة علي ساعتها الصوابت أنا فيت رصاصة منها انظهرت منها فجرت بالحائط وبلشت اركض. يعني بعد بدي شي 500 متر يعني شي 300 متر لاصل للضيعه يعني. بلشت اركض انا عم بركض مثل رصاص ورصاص علي مثل الشتاء. ابا رصاص علي كله متفجر يعني. يلا يلا انا صرت لقلب الضيعه هنيك وفتنا هنيك عوضه وبلشت انزف انا هناك. وهن بلشت مش بس انا يعني يوم تصاب منا شي 4-5 صواب عندنا هون بالضيعه. ما كانش واقف رصاص حتى بس تطلع العالم على المستشفى ما كانش واقف رصاص علينا بالمره. من الساعه 10 ضلينا للساعه 4 بعد الظهر. انا كنت مره قاعد قدام البيب وصوبت قدام البيب هون. يعني كنا حياتنا ياس ما نعرفش حالنا. يعني يا هلا طيبين بعد ساعه ما نعرف شو بده يصير لانه ما يبلشوا ناس على البيوت وعلى اللي شوفوه مرئي أنصوا عليه ويعوصوا عليه. بهالحالة هذه كفينا حياتنا لحتى الله أنقذنا إجت المقاومة. المقاومة فعلا الحمد لله كانت بمرصاد لهودي الناس وكانت دائما تنتقم لشعبنا ولأهالينا. أثبتت الجرة المقاومة الإسلامية وعملت عمليات كثيرة عليهم بموقع لوسا موقع سطوح جنوب الدلافة فعلا أرعبتهم. صار عملية ما توفقتش المقاومة. أول عملية استشهد وقتها الشهيد بسام عبيس الله يرحمه. خالين المواقع ومنورين هني عندنا مولد كهرباء منورين الموقع وكذا وهني خالين المواقع. راحت فترة طويلة رصدوا الشباب الله وفقنا عملوا عملية توفقوا فيهن منيح. هلا هان اجت إسرائيل جابت جرافات كذا تعطيهم معنويات فيكن بيت بلوسة جرفون حطون على النهر عملوا لهم مركز على راس الشير وعملوا له مدخل شي 100 متر شرطان من هون ومن هون وسواتر والغام والى اخره. ما عادش في يصل لهالمركز الا عن الطريق اللي هن عاملين. كنا قاعدين هون وكان عندنا طرش 500-600 راس معزنة. كل يوم بس يحاولوا العنزيت يقطعوا على هالدار. كل راس منيح يسحبه وياخذه. ونحن شو بدنا نقول لهم مسلحينه. أخذوا اللي أخذوا من العنزيه. بعدين فرضوا على كل بيت كل جمعة بده يجيب لي ذبيحة. ضلوا شي 17 يميحنوا فينا هيك. شتت الدنيا. أنا رايح مع العنزيه طلفاء وجاي. اسمع جهازات مع النهر تحكي بس ما شف حدا أنا. عرفت أنا شو بده يصير. يلا يلا للعصر طالع هون طل واحد من هونيكا قال لي شو في وراك؟ قلت له نيم ومد جراك ما في شيء. والله الصبح وجد ضو ظاهر سمعت الا واحد بيقول يا زهران. صار في هجوم علي سريع
وتم تصفية العناصر الموجودة فيه. بذكر 11 قتيل كان منهم تصفوا نهائيا، والشباب الله يبارك فيهم غنموا المليلة وقطعوا فيها على جسر الدليفة، ومن هون والحمد لله بمشيئة إلهية يعني نفذوا فيها وقطعوها للمنطقة المحررة. سمعنا عم يكبروا، طالعين بالمليلة وعم يكبروا. طلعت هالمليلة وصلت على الكوع بآخر إليا، يعني بعد ما قطعت إليا وظلت مكفية لصدقنا إنه المقاومة هي اللي مخلطها، وبلشنا نكبر ساعتها وظهرنا لبرا وبلشنا بالتكبير. عين ما قفت المليلة على الجسر وصارت هون، ما شفنا إلا الجسر طارم. جسر الدليفي هو المعبر الوحيد اللي بيجي على موقع لوسان. قاموا شبابنا الله يحميهم فجروا الجسر على جسر الدليفي على أساس ما يعشي إلهم ممرأ تاني الإسرائيلي يعمل موقع بداخل لوسا ليشكلوا علينا خطر أهل إليا، وإلا لو ظل هذا موقع لوسا لو ظل بالأشهر معينة كانت إليا رجعوا جرفوها، لأنه كلها إليا بتتهجر، لأنه هني حاولوا هجروا إليا عن بكرة تمام. فلسطين وقت انفاتوا واحتلوها نشروا الرعب وهجروا مذابح حتى المواطنين يهجروا، فعلا تم تهجير قسم كبير منهم. شافوا الخطة نجحت هونيك، قالوا انه مع الشعب اللبناني كمان بتنجح انه منفرغ هالأرض من ناسها ومنحتلها ومنعمل مستوطنات اذا بدنا، لانه هذا حلمهم بالنتيجة، حلمهم التوسع. لكن شعبنا كان اوعى، تفكيره اعمى وعنده ارتباط بأرضه متجذر بها. أنا كنت قادر يمكن أكثر واحد في، لأنه أنا عسكري متقاعد وبقبض معاش وقادر أقعد برا، ولكن حطيت ببالي يا إني بموت بالبلد يا إني لازم نكون موجودين بالبلد لحتى ما هني يقعدوا بالبلد ويحتلوها. كل بلد انخلت من المواطنين ضربت إسرائيل، وبلدنا ما علاش هيني، بس تطلع السكين منها بيضربوها مثل ما ضربوا غيرها بيضربوها. لأنه نحن عنا القناعة كين أنه بس نترك أرضنا بدي يجرفوها مثل ما جرفوا باقي ضيع موجودة بجنوب. الأشخاص اللي كنا بالضيعة بعدنا موجودين كأننا عائلة وحدة، نعمل أكل إلنا كلنا اللي بالضيعة ودخبز للكل، وكأن عائلة وحدة عايشة عم تعاني من فترة معينة لازم تمرق فيه. من 82 ل 86 هي والبلد محافظة. لما تكثفت العمليات عليهم انسحبوا من لوسا لبوقة الأحمدية. لما جمعت حالها بالأحمدية إسرائيل شجعتني، طلعت فتحت السواتر، واللي ما عندوش مصلحة تربطه هون لا أرضه فيرة عليها ولا مصلحته فيرة عليها، نزح عمشغرة على البقاع وين ما كان على بيروت، نزحت الناس معظمها وبقي القليل يعني بالبلد بهذاك الوقت. اخر شيء تهجرنا انا واخواتي وكلنا، دمرنا حالنا بمشغره بالمنطقه فوق، فلينا وتركنا المزرعه، رجعت اسرائيل دمرت المزرعه كلها دمار شامل. شيء صرنا بدل ما كنا نحط زيت بالبراميل صرنا نشتري بالتنقي زيت. عندنا شافت ارض حد الاحمديه وما عندناش غيره يعني ارض نحن هان بالبلد، الصراحه نصبينا كرم لهالولاد فيها شيء 300 نصبة زيتون، حرقوه عملوا استحكامات فيه، عملوا قلعوا الزيتون من الشروش، واللي حرقوه حرقوه واللي قلعوه قلعوه. يعني أقل شيء هذه على باب الواطي خسرت 100,000 دولار على باب الواطي، يعني هاو حق الطرش بس شو بدي بالنصب وشو بدي كذا. الغنمات أكلون، سرقوا الغنمات وأكلون، يعني هان مرة نزلوا غنميت على الطريق في خروف ما كانش فيه، طلعوا على السيارة صار ينطحوا تركوه ما كانش فيه نلاج، طلعوا اللي أصغر منهم ذبحوا من الأحمدية.
لا موقع الحمدية طبعا كان مزعج جدا، يعني كان دائما ما يوفر البلد من قذائف المدفعية على طول، يعني ظل الأهالي بيل مشهور. تلميذ عم يتعلم وفي قصف أو أنص أحيانا حد المدرسة، يعني أنت بدك تدرك الوضع النفسي لهذا التلميذ، يعني قديش كان صعب. قد ما فينا نحن كهيئة تعليمية نبقى يعني نركز على إنه هذا نوع من الصمود، ونحن لازم نتعلم ولو كان تحت الرصاص ونحن تحت القصف، مفروض فينا إنه نتابع مسيرتنا لنبني جيل مقاوم يظل قادر إنه بالعلم وبالمعرفة يقهر هذا العدو اللي عم يحاول يخرجنا من أرضنا أو يخرجنا من بيوتنا ويحرمنا من إنه نكون متعلمين. عندنا المقاومة استمرت بعملياتها وصارت المقاومة كل مرة تتطور بعمليات على المرة، صار عندنا أمل كبير بالله وبهي المقاومة إنه من عبر هي المقاومة نرجع رزقنا طبعا. لكن بالأساس أنا بدي أقول لك خال، كان عندنا أمل 1% ما كانش في أمل بعد نشوف هالأرض اللي عم بعد. بعد ما خلص العملية بحوالي 5 الصبح كين الهواء شمالي، وبس يكون الهواء شمالي عنا ببلادنا ها ما فيش ندى، يعني بيكون فيش ندى، فيش غطيطة، ما فيش الخط انسحاب إلا وادي من الأحمدية ونازل، وكل أرض مكشوفة جردة. بالخط الانسحاب اللي كانوا عم ينسحبوا فيه الشباب، نحن أهل الضيعة كنا اللي موجودين بالضيعة كنا كلنا عم نراقب، سرعان ما صار فيه وقف الشمالي وصار فيه ندى، وإنه هذا اللي أدهشنا، يعني بيدا شيء نحن غريب لم يزل، يعني لحد اليوم منفكر كيف صار هذا الموضوع. عملية المقاومة توسعت بشكل كبير، ظلت مستمرة لسنة 2000 حتى سقطت كل المواقع الإسرائيلية المحيطة بما فيها موقع الأحمدية. والأرض ما كانش ولا فليح يجي يفلح لي أرض. بالآخر اتفقت أنا وشاب معه تراكتور، قلنا له بدك تنزل تفلح للأرض، قال في ألغى ما بروحش يا عمي، أنا بسوق على التراكتور. أنا عملت جسدي جسمي كاسحة ألغام وطلعت على التراكتور وفلحت شي 10 دولومات لحتى لي تشجع الفلاح، طلع كفة فلاحة الأرض وبلشت أزرعها وطلعنا مي والحمد لله عم نزرع فيها وإعدال. بعد التحرير مباشرة صار عندي حلم إني عمر، على أساس إنه في إمكانية نفسية وفكرية إنك تحط مصاري بالضيعة وبدون ما يكون في خلفية فكرية لإلك إنه ممكن تخسرهم بلحظة من اللحظات، لأنه ثبت إنه في قوة قدراني تحميك وقدراني تحمي بيتك وقدراني تتعايش أنت وياه. بتذكر وقت لبنان كان عضو بالدفاع العربي المشترك وقام لبنان بده يعمل مشروع سد الحصبينة، يوم إسرائيل بس باشروا بأعمال السد عندنا بلبنان قصفت الموع وهي كانت ما أكثر في شيء، ما خافت من كل الدول العربية. لكن هلا بعد التحرير وبفضل نعمة المقاومة قدر لبنان إنه يسقي 60 بلد من مية الموزانة وما ما يجرب الإسرائيلي يرفع سلاحه وهو على مرمى حجر من هذا النبع، ما قدر يحرك سكت، وهذه نعمة إلهية لازم يحسوا فيها كل اللبنانيين. هذا المقاومة اللي بذلت دمها في سبيل اللبنانيين لا يمكن إلا تكون واحد محبة وسلام لكل لبناني على هالأرض. ومكمل بمشروع قوامة عدد يعني عز وكرامة للعرب اللي هني فشوا لدولة عربية احتلتها إسرائيل
وطلعت منها إلا محطة علم إسرائيلي من على لبنان بفضل شباب المقاومة الإسلامية اللي هي قربوا دمهم. هذا الشاب اللي عم يقرب دمه كرميل أنا عيش بكرامتي، كيف بدي أنسى هذا الشاب؟ أو هذا السلاح اللي حارب إسرائيل اللي رجع لي كرامتي، هاو الناس اللي عم يطالبوا إنه هذا سلاح المقاومة، اللي بياكل عصي يا عمي مش مثل اللي بيعدها. نحن وقت اللي كنا ناكل عصي من إسرائيل كانوا هن هل بدش نسمي، كانوا عم يعدوها هالعصي اللي عم ناكلها، ولا عملوا شغلة لحتى يحررونا ولحتى يرجعولنا كرامتنا، كانوا بالعكس يتعاملوا مع إسرائيل اللي عم يقولوا هلأ سلاح المقاومة يرجع. هذا سلاح المقاومة مش لحزب الله ولا لإنسين، هذا سلاح المقاومة إلا نحن كملك شعب. إذا رضوا زعمائنا يسلموا سلاح المقاومة نحن ضد زعمائنا، لأنه نحن إيش رح نسلم سلاح المقاومة؟ هذا سلاح المقاومة إلنا، هذا شرفنا، هذا عزنا، هي كرامتنا. اليوم بما أنه المقاومة تملك القوة الرادعة والدفاع عننا، نحن قلبنا كبير ومطمئنين أنه نعيد نشاطنا وعملنا مثل ما كنا قبل الاجتياح الإسرائيلي وأحلى الله راضي. ونحن كلنا ثقة بالمقاومة الإسلامية اللي هي رفعت رأسنا وجدت نقعد بهذا المكان ونتحدث عنها وعن رزقنا وأرضنا وأعمالنا وأشغالنا.